بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم طلابي الكرام طالباتي الكريمات في رحاب جامعة الأقصى ومادة الأمم والرسل. طبعا مادة سهلة، مادة مميزة، مادة من المواد التي هي لها قيمة كبيرة في الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية والفكرية، حيث أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأنبياء قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذلك أيضا قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلذلك قصص الأنبياء ليست فقط قراءة للتسلية أو للامتحان، ولكن للعبرة وأخذ الدروس والاستفادة والتطبيق في الحياة العملية، لأنها خير تجارب مرت على مر التاريخ، خير تجارب مرت في يعني تاريخ البشرية. طبعا هناك تكليفات طلبناها في الموديل ولمادة تاريخ الأمم والرسل، هذه التكليفات مهمة للغاية، هذه التكليفات أساسية ولا يوجد أبدا غنى عنها. فمثلا طلبنا الاستماع لبداية الخلق، وكذلك الاستماع إلى قصة آدم، وطلبنا تلخيص من قصة آدم على جزئين. الجزء الأول أهم المحطات في قصة آدم، ملخص قصة آدم وقصة قابيل وهابيل، وكذلك أيضا في الجزء الثاني فقط أريد من الواجب والنشاط الدروس وإيه والعبر المستفادة، أريد الدروس والعبر المستفادة. كذلك توجد قصة نوح عليه السلام، نريد أيضا من قصة نوح عليه السلام أهم العبر والدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام. وكذلك أيضا قصة إبراهيم عليه السلام، نريد أهم الدروس والعبر المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام، سواء قصة سيدنا إبراهيم طويلة، فنريد تلخيص قصة إبراهيم في الجزء الأول والدروس والعبر المستفادة، وكذلك أيضا تلخيص قصة إبراهيم في الجزء الثاني وأهم الدروس والعبر المستفادة. وقلنا أو تكلمنا أنه سيكون الامتحان النصفي يوم 16 نوفمبر صفحة 80، سيكون الاختبار النصفي لصفحة 80 من كتاب تاريخ الأمم والرسل. طبعا بموضوعنا اليوم سنتكلم عن الدروس والعبر المستفادة من قصص الأنبياء. فنجد مثلا أن أول قصة، قصة آدم عليه السلام. آدم عليه السلام من أديم الأرض، آدم الله سبحانه وتعالى كرمه، آدم الله سبحانه وتعالى أعطاه كل المباحات، 99% مباح، وحرم عليه شجرة واحدة هي شجرة من الجنة، هذه الشجرة هي الوحيدة التي حرم الله على آدم، وكأن كل ممنوع مرغوب على بني آدم، وبدأ الشيطان يوسوس من هذا الجانب، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فبالتالي الإنسان المسلم طبيعة والإنسان بصورة عامة يسعى ويفكر ويبحث على إيه؟ على طريق الملك وطريق العزة والكرامة وطريق الرفعة وطريق الخلود، فهو شهوة الملك وشهوة الخلود وشهوة البقاء موجودة بشكل كبير في الإنسان وبني آدم. فبالتالي هل هذه الشهوة، شهوة البقاء وشهوة الخلود، يعني هي موجودة
كي نعصي الله عز وجل، بالتالي نترك القتال، نترك الجهاد، نترك التضحية بالمال والنفس والولد، ولا نطيع الله من أجل شهوة الخلد. فبالتالي هذا هو كان الاختبار الأول، إن الله سبحانه وتعالى هناك أوامر وهناك تعليمات وهناك نواهي من الله عز وجل، مهما كانت تتعارض هذه الأوامر والنواهي لابد أن نطيع الله عز وجل. فقد كان هذا هو الدرس الأول، ألا نطيع شهوات النفس بل نطيع أوامر الله ونجتنب ما نهى عنه. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، آدم عصى الله عز وجل ونزل من الإيه من الجنة إلى الأرض، فالإنسان أخطأ. هل عندما أخطأ آدم عليه السلام وحواء أيضا، والمسؤولية هنا مشتركة، المسؤولية هنا إيه مشتركة، آدم عليه السلام وحواء زوجته وأمنا وأم البشرية، من الطبيعي أن يخطئ الإنسان. خير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فهنا بالتالي آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن. وما هي هذه الكلمات؟ اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وهذا دعاء التشهد، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن التوبة موجودة، والتوبة أفضل الحلول، والتوبة يعني معروف أنها إقلاع عن الذنب، ندم وإقرار بعدم العودة، ورد الحقوق إلى أصحابها، رد الإيه الحقوق إلى أصحابها. تمام. فهنا أيضا يمكن القول أن التوبة والندم كان من آدم، وكان العفو من الله عز وجل، إن الله رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبالتالي إذن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم إن أخطأت وتبت وأقلعت عن الذنب، والآية الكريمة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فبالتالي لابد أن يكون المسلم والمؤمن طائعا لله عز وجل، محترما لأوامر رسول الله عز وجل، ملتزما بأوامر الله ورسوله، وكذلك مجتنبا لنواهيه. أيضا إذا نفهم أيضا من الدروس أن إبليس أعلن العداوة، سيوسوس ويأتي للمسلمين والمؤمنين عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، وإن الشيطان يجري من بني آدم كمجرى الدم في العروق، وبالتالي طريقه هو الشهوات، والجنة عروس ومهرها قهر النفوس أيضا. طبعا إذن المتكبر كإبليس يبغضه الله والناس، إبليس عليه السلام، إبليس يعني عليه من الله اللعنات وما يستحق، متكبر. هذا التكبر أدى أن يبغضه الناس ويبغضه الله عز وجل. فإذا من أراد أن يحبه الناس عليه أن يتواضع، أن يتواضع ويكون أحسن الناس ويكون أفضل الناس. أيضا هناك قضية مهمة للغاية، قضية اللبس والستر. هذه الشجرة التي أكل منها آدم كشفت سوءة آدم وكشفت سوءة حواء، بالتالي هو عيب،
فالله سبحانه وتعالى يريد أن يسجل علينا منذ بداية البشرية أن الحشمة وقار، وأن الستر نعمة، وأن الالتزام بشرع الله واللبس الشرعي هو قمة الفخامة وقمة الطاعة وقمة الكبرياء. أما التعري وكذلك تزيين لغير الزوج أو لغير المكان يعني يحرم فيه، فهو إذن يقلل من القدر ويعتبر معصية كبيرة جدا. ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هناك لباس خارجي، اللباس الشرعي للمرأة، الجلباب، الحجاب، الخمار، النقاب، وهو النقاب فضيلة بالمناسبة، فضيلة عظيمة جدا، وفي أحيان وقت الفتن يكون فريضة، ولكن في الأوقات العادية هو فضيلة، يعني هو ليس فرضا، يعتبر فضيلة. إذن النقاب فضيلة وليس فريضة وكذلك، لكن في وقت الفتن يصبح النقاب والخمار وتغطية الوجه فريضة. المهم الآن أن نعي أنه لابسة نقاب، لابسة حجاب، مستترة، ولكن القلب خرب، لا صلاة، لا طاعة، لا صيام، معاصي. إذا اختلى الرجل أو اختلى فإنه يفعل المعاصي لا يراه أحد. فهنا كانت الآية الكريمة: ولباس التقوى ذلك خير، بمعنى أن لباس القلب هو التقوى، وأن الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن هنا نفهم أن الله سبحانه وتعالى يقيم الإنسان بقلبه ولسانه. لذلك تعريف الإيمان: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فبالتالي الستر وعدم التعري وعدم التبرج والزينة في غير موضعنا، نقول للمرأة أن تتزين لزوجها ألا يرى زينتها إلا محارمها، هذا شيء إيجابي أن تتزين المرأة لزوجها، ولكن من كبير المحرمات ومن مقدمات الوقوع في الزنا والمعصية وغرس الفتن في القلوب أن تتزين المرأة لغير محارمها. ومن هنا كانت قصة آدم عليه السلام أول قصص البشرية التي تؤكد على الستر والعفة وعدم التبرج. كذلك آدم عليه السلام بدأ في العمل في الأرض والعمل كرامة، وبدأ في السعي في الأرض وأنجب من الأطفال أو الذكور اثنان والبنات اثنان. الآن تيجي مهمة جديدة ودرس جديد، وهو حسن تربية الأبناء، حسن تربية الأطفال وتربية الأبناء، هذا شيء مهم وإيجابي للغاية. الآن في أول شيء طبعا يتعلم الأبناء العبودية لله عز وجل وطاعة الله عز وجل والالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. هنا طاعة الله عز وجل كانت موجودة في قصة آدم وأبناءه قابيل وهابيل، ولكن الطاعة فيما لا تهوى النفس هو التقوى. فكان هابيل تقيا مطيعا، وكان قابيل لا يتمتع بهذه الصفة لأنه لم يشعر بالرضا. إذن على المسلم أن يرضى بما قسمه الله له، ويرضى بما كتبه الله له، ويرضى بنصيبه من إيه؟ من الدنيا، وأن يجتهد فقط في طاعة الله عز وجل، لأن الأرزاق بيد الله عز وجل. وعندما كتب الله لقابيل أن يتزوج شقيقة وتوأمة هابيل، وهابيل يتزوج توأمة قابيل، غضب قابيل لأن توأمه هي الفتاة الجميلة وأجمل من توأمة اللي هو
هابيل. وهنا كان محاولة قابيل قتل أخيه ونجح في قتل أخيه. إذن أول سبب الطمع، عدم الرضا والطمع والخاطرة والهم بالمعصية ثم فعل المعصية. طبعا إذن قتل أخي وهو شيء عظيم جدا، واحد لو قتل واحد غريب قتل كذا يشعر بألم، ما بالك لما يقتل أقرب الناس إليه أو يؤذي أقرب الناس إليه أو يغتاب أقرب الناس إليه أو يسرق من مال أقرب الناس إليه، هنا يعني معصية كبيرة، معصية كبيرة للغاية. تمام. فبالتالي كانت موضوع انتصار هابيل وذكره بالرجل الصالح لأنه امتثل لأوامر الله ورضى بأوامر الله، وقابيل أيضا عارض أوامر الله فبالتالي ذكر مع العصاة والمتجبرين. وهنا نقول أنه ليست نهاية القصة بموت هابيل، هابيل يتنعم بالجنة، وبالتالي ليس عيبا أن يستشهد المسلم في سبيل دينه وعرضه وأرضه ووطنه وكرامته وماله. فهنا أيضا شيء كبير وشيء عظيم، هي خير أبناء الأنبياء يستشهد ويقتل كي يدافع عن دينه وأرضه وامتثاله لأوامر الله. كذلك أيضا من المهم أن نعرفه أن الجزاء من جنس العمل، بمعنى أن قابيل فيما بعد يقتل على يد أحد أبنائه، أيضا يقتل على يد أحد أبنائه، وبالتالي الجزاء من جنس العمل. كذلك الله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يطلعنا أن هناك دائما عاقبة للمتقين وفوز للمتقين عندما يكون هناك امتثال لأوامر الله عز وجل. قابيل اعتدى على أخيه، ولكن هابيل أيضا، هذا درس مهم جدا، قدر صلة الرحم، قدر صلة الرحم ورفض الاعتداء على أخيه لصلة الرحم. تمام. هذا شيء إيجابي. أيضا هناك دروس وعبر عظيمة من قصة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كان إنسانا مسلما بسيطا طائعا لله عز وجل. نوح عليه السلام عمل مع قومه بالدعوة والموعظة الحسنة. نوح عليه السلام أيضا كان مهتما بالعلم، ونوح تعني العزاء والراحة والاسترواح أو المتنيح بمعنى المرحوم، وأيضا من كثرة النواح وهو البكاء أو خشية الله عز وجل أو البكاء على الجهد الكبير الذي قام به من أجل قومه. فبالتالي نوح أراد أن يهدي قومه وبدأ بوالده، والده يسمى لامك، وشب نوح وحاول قدر الإمكان أن يسعى، وكان يدعوهم دائما إلى السهل والبسيط. وهذا للمعلمين، عندما يعلمون الأطفال يبدأ بالمعارف البسيطة، البناء المعرفي المتطلب الأساسي. كان يدعوهم إلى عبادة الله، وليس هناك إلا التوحيد وعبادة الله عز وجل، وعدم الشرك وعدم معصية الله عز وجل، وكذلك نبذ عبادة الأصنام. وكان يعني إذا أنا بدي أنت يعني تعرف حدا على الإسلام، عرفنا على الإسلام، عرفنا على الإيمان، فالبعض يعني قد إيه يعني يستغرب أو إيش هبدأ إيش هعمل. يعني الأمور بسيطة جدا، أن تطيع الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو رب هذا الكون وهو الإله وهو صاحب هذا الكون وهو الذي يجب أن تطاع أوامر الله. إذن أولا أننا مخلوق من مخلوقات الله،
ويجب أن نطيع الله عز وجل، ويجب أن نمتثل لأوامر الله عز وجل. تمام. من أطاع أوامر الله ذهب إلى الجنة، ومن عصى أوامر الله يعني والعياذ بالله خرج إلى النار. فهنا المعاني. طب إيش هو الإسلام؟ هو استسلام لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. أوامر الله ونواهي التي نهانا عنها الله ورسوله موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية. من أطاع الله ودخل الجنة، ومن عصى الله عذبه أو إن شاء عفى عنه. فبالتالي شيء مهم جدا. كذلك نوع نوح عليه السلام بكثير من الأمور وكثير من المزايا، مثل أنه مثلا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا وعلانية، وأسرا لهم إصرارا، وبالموعظة وبالهدية وبالكلمة الطيبة وبالمصاحبة والتعليم بالمصاحبة وبالزيارة، ولكن قومه يعني كانوا قلوبهم يعني شديدة الجفاء، وقلوبهم شديدة يعني المعصية وشديدة الحقد والكره. طيب انت اعمل اللي عليك، هذا درس مهم، والنتيجة على رب العباد. انت اعمل اللي عليك واجتهد واجتهد واجتهد، اجتهد في مادة الأمم والرسل، اجتهد في مادة تاريخ بلاد الشام، اجتهد، ولكن بالنهاية الأمر بيد الله عز وجل، وبالتالي لست مطالب بالهداية ولست مطالب بالتفوق، ولكن مطالب ببذل أقصى ما عندك من جهد وطاقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبالتالي أمر مهم للغاية أن دائما أن نجتهد. كذلك نتعلم من قصة نوح عليه السلام الصبر، الصبر الإيجابي. وما هو الصبر المطلوب؟ هناك صبر على الطاعة، كل يوم في طاعة، وصلاة فجر وصلاة عشاء وصيام وصيام رمضان وحج وعمرة وصبر على، فصبر على الطاعات والتكليفات والأوامر. كذلك صبر عن المعاصي، شهوة، نظرة إلى حرام، أكل شيء حرام، كل هذا الصبر موجود وبشكل كبير. كذلك أيضا الصبر هو عن البلاء والأمراض والفقر وغيرها، وصبر أيضا على الجهاد، وصبر على مهام الدعوة، وهي قصة نوح كلها صبر على مهام الدعوة. أيضا من دروس نوح عليه السلام إله أولاد اهتدوا، سام وحام ويافث، وله ابن يسمى كنعان ضل عاصيا، بل والغريب أنه امرأة نوح ضلت كافرة. يعني معنى الكلام يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أنه من كان عاصيا، من كان ظالما، لا يعير به ابنه إن كان صالحا أو أخاه أو عائلته. بالتالي كان سيدنا محمد يقول لا تؤذوا بعد الإسلام، بعد فتح مكة، لا تؤذوا عكرمة ابن أبي جهل في أبيه، عكرمة أبي جهل في أبيه. فبالتالي يجب أن يتم العدم المعاير. طب سيدنا نوح عليه السلام رجل صالح، ولكن ابنه كافر وامرأته كافرة، وكان نوح عليه السلام من أولو العزم من الرسل. كذلك أيضا من الدروس اليقين. سيدنا نوح عليه السلام كان عنده يقين 950 سنة، والمفروض يعني يشعر مثلا واحد من 10 سنوات بيحاول يهدي ناس مش قادر. طب بعد 950 سنة كان ما زال عنده يقين أنه على حق وأن قومه على باطل، وظل هذا اليقين موجودا حتى صنع السفينة. اليقين، كان عنده يقين بأنه على حق، وبالتالي أقول لكم نحن على يقين بزوال إسرائيل وعودة أهلنا وأجدادنا وشعبنا إلى القدس وحيفا ويافا وبئر السبع وزدود ويبنى ورأس الناقورة والخليل ونابلس وغيرها من البلاد. هذا شيء مهم جدا، هذا شيء يعني موجود بشكل كبير. إذن كان واجب هذا الأمر أن يكون الإنسان عنده يقين، مش 100 سنة، يعني إسرائيل 70 سنة
وبدأت الآن تترنح خلاص، يعني الآن بدأت تنسحب من غزة، مش قادرة تكمل المستوطنات، تستعين بصفقة القرن والتطبيع. اليوم نحن على يقين تام أن إسرائيل إلى زوال، لأن أرض الأنبياء لم ولن تكون أبدا لإيه؟ لقتلة الأنبياء. كذلك نوح عليه السلام والمؤمنين كانوا على مستوى رفيع من الطاعة، كان على مستوى كبير جدا من الطاعة للي هو سيدنا نوح عليه السلام، وكانوا 84، يعني ما آمن معه إلا قليل، 84. يأتي الرجل يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي الرجل يوم النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكون معه أمة عظيمة جدا في الجنة، هي الأمة الإسلامية. أيضا نوح عليه السلام أخذ بالأسباب، فمثلا في السفينة من كل زوجين اثنين، وأخذ بالأسباب لأن الحياة البشرية يجب أن تستمر، والتناسل البشري يجب أن يستمر. موضوع الطوفان بيجي عليه أسئلة كتير، هل الطوفان عام أو خاص، وما هي الدروس والعبر في قصة الطوفان؟ وممكن أقول لك لخص قصة الطوفان عليه السلام. ومن أبناء سيدنا نوح كانت سلالة سام، ومنهم العرب وبني إسرائيل، وكذلك سلالة حام ومنهم الأفارقة، وسلالة يافث ومنهم الأوروبيون أو الجنس الآري. وصل لهم وسلم على سيدنا محمد، وإلى محاضرة جديدة في مادة الأمم الرسل. بارك الله فيكم طلابي الأعزاء، والشكر الكبير للدعم الفني في جامعة الأقصى، إخوة كرام مشكورين على مجهوداتهم الكبيرة.